9 ذو الحجة 10 هجري نزل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم اليوم اليوم، لاحظوا اليوم، شوف هذا وينتا السنة العاشرة لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خلصنا، توفى الرسول وينتا؟ محرم صفر في أول ربيع. لاحظوا إيش قال سبحانه وتعالى، قال لهم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني اليوم الكفار يئسوا انهم يحاصروكم ويئسوا انهم يجتثوا دينكم، اعرفوا هالحقيقة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. خلصنا، اليوم اكملت. شوف اليوم اللي اكتمل فيه الدين اكتمل فيه ايش؟ اكتمل اليأس. ولذلك كل ما المجتمعات المسلمة بدأ يظهر منها تمسك بالإسلام، ديروا بالكم، وينتشر هذا في الجماهير، كل ما خف إيش؟ كل ما خف محاولات الكفر. لاحظوا ليش؟ لأن بيبدوا يئسوا في لحظة من اللحظات، خصوصا لما الأمة على فكرة بتكامل نضوجها ووعيها والتزامها، معناته الكفر إيش بصير؟ بصير الآن بده يهادنك وبده يأخذ ويعطي معك وبده يحقق مصالحه، لأنه يئس إنه يجتثك. لما بيئس إنه يجتثك بدور على إيش؟ على طريقة يتفهم معك. فإذا هذه مراحل رح يتبعها، إنه هو يقول لك إيش؟ أنا شو عملنا معهم كل شيء، عملنا معهم كل شيء واستخدمنا كل الأسلحة وفي الفكر، ما هو أصلاً قرونهم يحاولوا يزيفوا فكر الأمة، وشوفوا وسائل الإعلام وجواسيسهم النواطير على العروش وفي في مناهج التدريس وفي كذا وفي كذا وفي كذا كذا، وثم العسكري أدركوا إنه بفلسوا قاعدين، بيستخدموا العسكر آخر شيء على فكرة، الآن بيستخدموا القوة العسكرية والآن بفلسوا شو بعدها؟ خلاص بيأسوا، وإذا يأسوا بقول لك طب ليش احنا نضيع وقتنا؟ ليش يعني مبين هاي؟ ما فيش مجال. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت. طب كيف؟ ما هو كان يخرج الامه على فكره، كان يخرجها، ولذلك لما قالها كنتم خير امه وبعدين قال لهم اكملت، ايوه معناته اكتمل ياس الكفار.